موكب رئيس الحكومة التونسية علي العرايض لدى خروجه من مقر المفوضية الأوروبية يفاجأ بشابة من حركة الفيمن. وفي حديث خاص به يورو نيوز قال رئيس الحكومة التونسية: المرأة المتحررة، المرأة العاملة، المرأة الجميلة، المرأة كل أنواع النساء لا يذهبن هذا المذهب في هذا النوع من العراء اللي فيه تشيء وفيه معنى، فيه أكثر من يتضرر من هذا الأسلوب هو المرأة التونسية، فحتى من ناحية الذوق لا يعبر عن ذوق رفيع. رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو أعلن في ختام لقائه مع رئيس الحكومة التونسية أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إعادة النظر في القواعد المعمول بها منذ العهد السابق في تونس، خاصة بالنسبة للقانون الجزائي، بغية تأمين حرية تعبير أكبر للتونسيين والتونسيات. حركة الفيمن في بروكسل جاءت لتأييد قضية الأوروبيات الثلاث المسجونات في تونس بسبب تظاهرهن تأييداً للفيمن التونسية المسجونة أمينة.